نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان نون النسوة المرأة المصرية كلمة السر في الجمهورية الجديدة، ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني. تناول الصالون مناقشة عدة محاور أبرزها دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في الحراك المجتمعي ودورها في الجمهورية الجديدة وما حدث من تحولات إيجابية كبيرة في ملف التمكين غير المسبوق للمرأة في المجالس التشريعية والحقائب الوزارية حتى منصات القضاء. طول ما أنا بسلط نماذج ناجحة للمجتمع من المرأة، المجتمع هيبدأ واحدة واحدة فكره وثقافته تتغير إلى الثقة، أو مش الثقة، هي رجوع الثقة مرة أخرى للمرأة. إحنا عندنا كليوباترا يا جماعة، إحنا مصر اللي فيها يعني عظيمات مصر. طبعا في قضايا مهمة جدا تم طرحها من خلال الإعلام ومن خلال، خلينا نتكلم حتى بشكل أكثر وضوحا، من خلال الفن ومن خلال الأدب والإبداع، وكانوا مؤثرين جدا على الرأي العام وبيساعدوا الناس إنها تفهم القضية فين. وعلشان كده إحنا كنا طول الوقت بنقول إحنا محتاجين سيناريوهات جادة وكتابة جادة للأفلام، لأنه في الحقيقة هو ده يعني الفن أسهل طريقة تقرب بيها للناس. شاهدنا أول عميدة لكلية حقوق مصرية دكتورة فاطمة الرزاز، كلية حقوق حلوان 2019، رغم أنه مرأة مصرية درست قانون من أكثر من 100 سنة فاتت، إلا أنه يمكن تأخرت الخطوة شوية لكن تمت برضو بإرادة سياسية. شاهدنا بعدها دكتورة سحر عبد الستار في حقوق السادات، ولاحقا تم اختيار دكتورة فاطمة الرزاز قاضية في المحكمة الدستورية العليا، فده كان برضو خبر يستحق الاحتفاء به. المرأة المصرية لها كثير جدا جدا من القدرات اللي ما كانتش يمكن على مستويات مختلفة واضحة، لا طبعا كان في مراحل ومراحل ومراحل، ولكن جت في فترة كده كانت الموضوع في بعض من عدم التحريك، ثم طبعا في المرحلة اللي احنا شايفينها دلوقتي واللي فيها طبعا سيادة الرئيس السيسي، يعني يكفي ان هو بيقول لك عظيمات مصر،